السلام عليكم، معكم عزيز السعيدي صاحب قناة عزيز السعيدي تاجر الحيوانات وقناة في اليوتيوب كنعمل فيها محتوى ديال الحيوانات. الناس اللي متابعيني راه عارفين شنو كاين، راه ضروري راه الدومين راه تبدل من قبل كورونا بعد كورونا. المهم كان واحد الفرق بين قبل وبين دابا، ولكن الفرق اللي كاين كنظن انا كاين في الاثمنه. كان الاثمنه ديال هادشي هذا زادت من حيث الترونسبور زاد، وبزاف ديال الحوايج اللي تزادوا فيها في الثمن. هادشي علاش هاد الدومين زاد شي شويه في الثمن. اما بالنسبه للبيع والشراء، انا في نظري وعلى حساب التجربه اللي دوزت في هاد كورونا، هاد الدومين هذا في كورونا كان خدم. ما عرفتش علاش الناس كامله كتقول ما خدمش، الناس جالسه وبغات الحيوانات انها تلهى بها. واخا كان عندنا مشكل ديال الترونسبور، السلعه اللي كانت عندنا الحمد لله تنفذت. ومهم تحركنا، ما بقيناش بلاش، ما يقولكش بنادم بقينا على الدص. مهم حسن من بلاش، حسن من بزاف ديال القطاعات اللي هما تضروا، كانوا تضروا بشكل كبير بزاف. دابا حنا المشكل اللي لقيناه هو بعد ما دازت كورونا، الدومين ديالنا غلى بزاف وتزادت الاسعار، لا في الروح ولا في لي زاكسيسوار ديالها. حتى الترونسبور كنلقاو فيه مشكل كبير، خصوصا في الايامات ديال الورقه وديال الزيار. حنا كنبغيو دابا، حنا السلعه ما يمكنلكش تجيبها من هنايا من الشمال، كاينه شي حاجه اللي كنجيبوها بحق الا تكلتي على السلعه ديال الشمال ما غاديش تخدم شي خدمه اللي هي مزيانه. دونك كنسافروا دابا، حنا ما نهضروش على اوروبا، نهضروا على الحيوانات اللي كتدخل من هنايا. مثلا كنمشيو لكازا، كنمشيو لفاس، كنمشيو الطير كيجي من اكادير، من ناظور. المهم كل بيع وشري عنده لي كونتاكت ديالو بواحد المجموعه ديال المدن. يعني كانوا غير ديك الناس اللي هما كلاس، هما اللي كانوا كيربيو هاد الحيوانات هذا. دابا الحمد لله هاد الدومين هذا زيان، ودخلوا له الدراري شباب وزادوا طوروه. كيف ما كتشوفوا الطيور كانوا كيتبعوه في لي كاج وصوفجين، دابا ولاو الدراري كيشبروا الحاجه ويدريسيوها ويعناو بها، يديروا لها خويتيم، يديروا لها هادي. يعني القضيه زيانه شي شويه على الاول. يعني راه اي حاجه جبتيها راه يوقع عليها اقبال، خصك غير نتايا تعرف تبيعها وانت تعرف كيفاش تحببها. وكل حاجه راه كيجيو الناس ديالها كيقلبوا عليها. مثلا في الطيور راه كاملين الحمد لله كيوقع عليهم اقبال، خصوصا البيروش كيوقع عليه اقبال بزاف، حيت هو اللي كيبداو به المبتدئين وكيبداو به الدراري الصغار. اي واحد بغى يشري لولدو الطوير اول حاجه كتجيه بيروش، حيت هو ناقص في الثمن شي شويه. ليزان سيبارابل، كاروبسات، بيروش اكولي، لي بيروكي، كيف ما قلت لكم كل فول عنده كيالو، وكل واحد كيمشي الحاجه اللي كتعجبو. وعاد بارتي عاوتاني كاينين الناس ديال الكلاب، كاينين الناس ديال القطوط، كاينين الناس عاوتاني اللي كيعجبهم ديك الحيوانات غريبه اللي ما كايناش في اي بلاصه. جميع الحيوانات اللي كتعيش عندنا في الطبيعه ديالنا ديال المغرب ممنوع علينا نتاجروا فيها. مثلا بحال السنجاب، بحال الفكرون، بحال القنفذ، بحال الطائر الحسون، بحال قردة زعطوط، وكغيرها من الحيوانات اللي هي كتكون عايشه في الطبيعه ممنوع علينا اننا نتاجروا فيها. حيت الا جا كل واحد يتاجر فيها ما غادي تنقرض، ما غاديش تبقى ولا Thank you.
اشتركوا معنا في قناة طنجة 24، ضغطوا على جيم وما تنسوش تفعلوا الجرس.